تمكن فريق حيزوم المكون من عدد من الطلاب وطالبات الهندسة في جامعة الفيصل من التصدي لكل الصعوبات التي من الممكن أن تواجههم في صناعة سيارات السباق وإعدادها للمشاركة في سباق السيارات المقام في العاصمة البريطانية لندن. نشاهد ثم نعود. تمكن فريق حيزوم المكون من عدد من طلبة وطالبات الهندسة في جامعة الفيصل التصدي لكل الصعوبات التي من الممكن أن تواجههم في صناعة سيارات السباق وإعدادها للمشاركة في سباق السيارات المقام في العاصمة لندن، وبذلك يضاف إنجازا جديدا إلى عدد من الإنجازات التي تخطاها شباب هذا الوطن بكل عزم وثبات لتحقيق الأفضل دائما. السبب اللي خلانا ندخل هذه المسابقة ونبدأ هذا المشروع هو أن الجامعة بدأت في مشروعين قبل كذا بالسيارات، بس حسينا أنها متخصصة بشكل جدا قوي، وحبينا نقدم مشروع ممكن يحول ويدخل الدولة إلى سوق الاستثمارات في مجال السيارات. الهدف الرئيسي هو أننا نشكل القاعدة الأساسية اللي راح يبني عليها الأجيال القادمة. الهدف الأبعد بعيد المدى ان الدوله باذن الله واحد الاحد انها تدخل استثماراتها الى مجال الاوتوموتيف، بحيث انه ممكن يكون عندنا براندات سيارات سعوديه ونقدر نبدا نصدر للخارج باذن الواحد الاحد. تمثيل المملكه العربيه السعوديه كان وما زال المحفز الاول لهؤلاء الشباب لتصنيع السياره الرياضيه بشكل مشرف وفرصة لإبراز شغفهم بشكل علمي. أشوف تخصص جدا مشرق بالنسبة للمرأة، وصراحة أنا أشوف ما في فرق أبدا بين البنت والولد في التخصصات الهندسية أو أي تخصصات ثانية، لأنه كلنا قاعدين نعطي ونقدم للفريق وللتخصص بشكل عام بشكل سواء، فما أشوف في أي فرق. وبالعكس في كثير ناس يقولون والله تخصص الهندسة الميكانيكية ما له مستقبل بالنسبة للبنات، بس لا، أنا أشوف العكس. بالعكس الشركات جدا مهتمة بالبنات اللي يدرسون هندسة ميكانيكية. الغاية من المشروع إتاحة الفرصة للطلاب وتطوير إمكاناتهم وتمثيل القطاع الهندسي السعودي وإعداده للمشاركة في السباقات والمحافل الوطنية والعالمية أيضا في مجال صناعة السيارات الرياضية. نجلاء ساكت، الإخبارية، الرياض. احنا معنا في هذا الموضوع في الاستديو تميم اليحيى وهو عضو في فريق حيزوم لصناعة السيارات، مرحبا بك. يا هلا. خلينا نتكلم عن السبب اللي دفعكم للمشاركة في هذا النوع من المشروع. هو أقدر أتكلم مثلا عن النقلة النوعية في المشاريع السابقة، أذكر لك مثلا المشاريع اللي حصلت في الماضي في جامعة الملك سعود، جامعة البترول، وأيضا جامعة الفيصل اللي هي مشاريع السيارات الكهربائية أو مشاريع السيارات بالطاقة الشمسية. النقلة اللي نقلناها في هذا الفريق اللي هو نصنع سيارات بحيث أنه متقبلة عند المجتمع، وأيضا سهلة أنه نبدأ في تصنيع إن شاء الله في السعودية، ألا وهي السيارات اللي يسمونها الفيو كومبوستشن، محركات العادية اللي كل العالم يشترونها في السعودية. فهذه النقلة الحمد لله بإذن الله راح يكون أول مشروع يفتتح في هذا النطاق، وأيضا يشارك في سباق فورمولا، فبإذن الله راح يكون نقلة نوعية إلى حنا إن شاء الله نحقق رؤية 2030 في من ناحية بناء أو صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية. هل ممكن إحنا نحققها بالفعل بأيادي سعودية وفي المستقبل إحنا نصنع سيارات يعني؟ هو الحمد لله السنة هذه أنجزنا، لكن في عوائق حصلت فينا بلا شك، لكن خلال احنا عندنا اساسا عندنا خطه خمسيه باذن الله اللي الخمس سنوات الجايه انه راح يكون تصنيع السياره بالكامل في منطقه واحده الا وهي في الجامعه باذن الله. التعقدات اللي صارت لنا في هالسنه انه اضطرينا مثلا نستخدم ورش خارج المملكه حتى عشان ليش طيب؟ مو متوفره يعني هنا؟ غير متوفره المواد عندك، برضو عندك الورش اللي تقدم لك المعدات عشان تساعدك في بناء السياره غير متوفره، فاضطرينا اننا نستخدم زي ما تقولين اوت سورس او مناطق ثانيه علشان نجذب الـ طيب تميم، انا ملاحظه ان في بنات معكم في المشروع. اي نعم. كيف كان دور البنات؟ دور البنات ابد زي ما سوينا احنا، العيال هم سووا برضو مثلكم، مو باقل منكم يعني. لا ابدا، يعني كثير ناس برضو واجهونا في المشكله هذه اللي هو او في المساله هذه، يقولون البنات مثلا ما اشتغلوا الا على تصميم السياره او شكلا او رمزا. ابدا، احنا خصصنا بين العيال والبنات اوقات في الورش يشتغلون بأيديهم
ينفذون كل النطاقات اللي عندهم. يعني بذكر لك مثال، مثلا الزميلة أروى العنقري هي ماسكة ديبارتمنت أو قسم الماكينة والقوة في السيارة، ما شاء الله أنجزت إنجاز عظيم. تحت برضو عندك مثلا الزميلة أمجاد العمري، كلهم اشتغلوا في السيارة بنوها بنفسهم أيضا بالإضافة للتصميم. طب ما كان هذا مفاجئ للمجتمع، ما جتكم أسئلة أنه فعلا إيش كان دور البنات، متوقعين أقل يعني، تفاجأتم بهذا النوع؟ تفاجأنا في البداية، لكن هو بالتصور المجمل ما في مهندسات في السعودية. صحيح. وجامعة الفيصل هي أعتقد من أول الجامعات اللي بنت في إنشاء تخصص هندسة للطالبات، فراح يكون في تردد من المجتمع بهالنطاق ذا، لكن الحمد لله إحنا تجاوزنا في السنة هذه وبرضو السنوات الماضية، من ناحية أنه كيف المهندسات أو مهندسات المستقبل إن شاء الله يشتغلون على مشاريع. يعني أكثرهم متخصصات من أي جامعة نقدر نقول؟ تخصصات هندسية كلنا. هندسية. بشتى أنواعها، عندك الهندسة الصناعية، هندسة الميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة برمجة حاسب، فكل التخصصات الهندسة قد تدخل ضمن نطاق المشروع. طيب أنت قبل شوي تكلمت عن الصعوبات اللي واجهتكم في هذا المشروع، وبالتأكيد في مقابل الصعوبات في إيجابيات أو مراكز دعم على الأقل، يعني حتى لو نقول معنوية، وين نقدر نقول أنها موجودة كانت؟ معنوية ومن ناحية الإنجاز المشروع الحمد لله في شركات ساعدتنا في هالنطاق هذا، وفي برضو عندك الدعم المعنوي من الجامعة والمادي من مثلا نتكلم عن الشركات الكبيرة زي سابك وشركة بن لادن، أضافوا إلينا إضافة جدا قوية. يعني لولا الله ثم دعمهم المعنوي والمادي في المشروع ما كان أنجزناه. للدعم المعنوي إن شاء الله الجمهور اللي انبسط من هالمشروع، من فكرة المشروع، لأنه أنا ما راح أقول المشاريع الماضية قد تكون غير مثمرة أو قريبة من الفشل، لا بالعكس، الإنجازات الماضية كان لها تقدم، وكان لها تقدم ملحوظ في المجتمع. لكن زي ما قلت لك التغير اللي صار في السنة هذه اللي هو إنجاز مشروع نقدر حنا نسوي له زي ما تقولين اللي هو خط إنتاج، نقدر برضو ننتج السيارة هذه، نقدر نبيعها للشعب السعودي، بالإضافة لأنها سيارة فورمولا، يعني من ما يحب الفورمولا. طيب احنا معنا مداخلة هاتفية الآن من أمجاد العمري وهي عضو في الفريق. مرحبا بك يا أمجاد. يا هلا والله، وأنا سعيدة جدا باستضافتي في القناة الإخبارية. أمجاد حدثيني عن تجربتك في هذا المشروع، كيف كانت؟ والله أقدر أقول أن هذه التجربة تعتبر تجربة فريدة من نوعها، خاصة للبنات، يعني بشكل خاص، لأنه مثل ما تعرفين جامعتنا جامعة فيصل تعتبر الجامعة الوحيدة في المملكة اللي تدرس مثل هذا التخصص اللي هو الهندسة الميكانيكية للبنات، فما بالك بمشروع صناعة سيارة ويكون للبنات مجال المشاركة فيه. فأنا جدا سعيدة أنه انفتح الباب للبنات بدخول مجال السيارات، خاصة واللي عندهم شغف بهذا المجال يقدرون يطلعون إبداعاتهم ويقدرون يبرزون نفسهم في هذا المجال. وإن شاء الله إن شاء الله يكون هذا المشروع إلهام لكل البنات اللي حابين أنهم يدخلون هذا المجال، حابين يخصصون تخصص هندسة ميكانيكية. جميل. أمجاد هل لك يعني مشاريع في المستقبل، طموح معين في هذا المجال؟ والله أكيد، يعني هو صراحة أنا في البداية كنت يعني ما كانت عندي فكرة واضحة أني ممكن أتخصص في مجال الأوتوموتيف أو السيارات، لكن الحين صار عندي طموح أنه أكمل دراستي في هذا المجال، وشخصيا أنا عندي طموح أني أصير سائقة سيارات فورمولا، جدا متحمسة لهذا الشيء وأعتبره مستقبل بالنسبة لي. نعم، شكرا جزيلا على مداخلتك ومشاركتك لنا يا أمجاد. أمجاد العمري عضو في الفريق، يعطيك العافية. أعود لك تميم نفس السؤال أوجهها، في يعني طموح معين في المستقبل متبلور في ذات يعني النطاق أو المشروع؟ في الخطة الخمسية زي ما ذكرت اللي هو خلال 5 سنوات الجاية صناعة السيارة بالكامل راح تكون من أيدي مهندسين ومهندسات في الجامعة عندنا، وبرضه في نفس موقع الجامعة. المشاكل اللي واجهناها زي ما قلت لك اللي اضطرنا انه نطلع برا نطاق الجامعه، نطلع برا نطاق المملكه العربيه السعوديه عشان نجيب الموارد ونجيب المعدات. طيب مستقبل هذا النوع من المشاريع تميم انت تشوفه يعني جيد، ممتاز، مبهر؟ جدا مثمر، انا اقول مثمر غير المبهر. الاستثمار فيه طيب اذا كان في راس يعني الحين اساسا عندك الايدي العامله، عندك الفكر الهندسي السعودي، كل هذه النطاقين عندك متواجده الان، باقي بس راس المال.
أعطينا رأس المال خط الإنتاج راح يبدأ من أبد من أول سنة راح ينطلق بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا تميم اليحيى عضو في فريق حيزوم لصناعة السيارات الرياضية، يعطيك العافية على وجودك معنا. شكرا لكم.